بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اجتماع مجلس وزراء بعد منعقد، لكن أنا تركته في مشاغل أخرى، وطبعا نائب رئيس الوزراء يدير الاجتماع، لكن إلى الفترة اللي تركت بها المجلس تم إقرار عدة توصيات. الأول يتعلق ب أنبوب تصدير النفط العراقي إلى من بصرة حديثة، الأردن، العقبة أو سوريا، ما دام يصل حديثة أيضا ممكن ينفتح لاحقا إلى سوريا، وكذلك إنشاء جزيرة صناعية لتصدير النفط. ونعتقد هذه خطط استراتيجية. العراق فيما يخص مرونته في تصدير النفط حقيقة مرونة ضعيفة، لأن فقد معظم المنافذ اللي كانت عنده قبل 20 و30 سنة. العراق كان يصدر عبر فيش خابور، كان يصدر عبر الينبوع، كان يصدر عبر سوريا، كان يصدر طبعا عبر الجنوب أيضا. الآن المنفذ الرئيسي لصادرات النفط الأساسية هي الجنوب، مع خط كردستان، فيش خابور، جيهان. والعراق بحاجة عاجلة إلى التعجيل في تنويع خطوط التصدير، وتعرفون جميعا اعتمادنا على الثروة النفطية. صحيح احنا نريد نتخلص من هذا الاعتماد ونشجع القطاعات الحقيقية، لكن سيبقى النفط قطاع مهم في العراق، ومن المهم خدمته، لأن بعد سنوات إذا ما سوينا العمل اليوم بعد سنوات نواجه مشاكل معقدة جدا في هذا المجال. وبالتالي من حيث المبدأ أقر مضي وزارة النفط قدما في هذه المشاريع دراستها، دراسة جدواها، هي تعمل عليه منذ فترة من الوقت. الآن نضجت المسائل، وحتى نماذج الاستثمار EPCF أو BOOT BOOT إلى آخره، هذه النماذج للاستثمار قائمة موجودة تحت الدراسة. أيضا تم الموافقة على إنشاء جسر ثابت في منطقة القريعات، وتعرفون يعني في العام الماضي كان هذا الجسر في خطر شديد من حقيقة الانجراف، ويهدد المواطنين، وبالتالي تم إقرار هذا الموضوع. كذلك كان لدينا تصويت على مسألة المدراء بالوكالة، ووضعنا آلية كاملة فيما يخص المدراء العامين، كيف ننتهي من موضوع الوكالة بشكل عام. احنا مجموع الدرجات الموجودة لدينا حوالي 622 درجة، المدراء العامين حوالي 520 درجة، الدرجات الخاصة 102 درجة، اكو عندنا بالأصالة 186 درجة، بالوكالة اكو 436 درجة. هذا باستثناء رئاسة الجمهورية، مجلس النواب، وزارة الخارجية، الأجهزة الأمنية، عمداء الكليات، رؤساء الجامعات ومساعديهم، مفوضية الانتخابات، مجلس الدولة، مكتب رئيس الوزراء، الأمانة العامة. هذا الموضوع وضعناه لآليات كاملة، شكلنا لجنة مهنية، وهذه اللجنة قامت بتدقيق الأسماء، ومن اقترحت تثبيتهم بالأصالة تم التصويت عليه، لكن ما أعطى فرصة من الوقت 3 أسابيع للوزراء للتدقيق بهذه الأسماء، وإذا كانت هناك حجج كافية من الوزراء ممكن فعلا أن يتغير الرأي، وبالعكس إذا كان هناك توصية بعدم التثبيت، إذا كان هناك رأي من الوزراء أيضا ممكن إعادة النظر. وراعينا نحاول نراعي فيها التوازن العام. التوازن العام رح يشكل عندنا عندما ننتهي من ملء الشواغر، لدينا عدد كبير من الشواغر حتى نقدر نسوي التوازن العام. ما نقصده بالتوازن العام هو ليس توازن حزبي وليس توازن مذهبي أو قومي، وإنما توازن مناطقي حسب المادة 105 من الدستور. يجب أن يكون هناك توازن وفرص متساوية للمواطنين في درجات الدولة، فهذا أيضا نعتبر إنجاز حقيقة كبير. الآن بدأنا نسير بالاتجاه الآخر، وأكثر من نصف هذه الأعداد إحنا خلال فترة قصيرة جدا يكون عندنا
مدراء عامين أصلاء، وكذلك المدراء المواقع الشاغرة أيضا تكون بالأصالة، ونضع ضوابط والشروط في كيفية حقيقة تصويت مجلس الوزراء على المدراء العامين. نعتقد هذا الشيء جدا مهم أنجز اليوم، وضعنا عليه اللمسات الأخيرة. لم ينتهي، والقائمة ستبقى عند رئيس الوزراء وبمعرفة السادة الوزراء إلى أن ننتهي ونعلن الأسماء نهائيا، حتى لا نسوي مضاربات ولا نسوي إشاعات ولا نسوي أشياء، هذا الاسم سقط هذا الاسم صعد. هذا كله وشفنا في المرات السابقة كثير من وسائل الإعلام كتبت وقالت ما كان دقيق، الكلام لم يكن دقيق، كان بعيد عن الواقع بعيد عن الحقيقة. ولذلك احنا نريد نحفظ سمعة الجميع ونحفظ الأسس الصحيحة للعمل. طبعا منذ يوم الأحد الماضي أطلقت عملية واسعة النطاق، أطلق عليها إرادة النصر، عمليات واسعة تشترك بها القوات المسلحة بكافة صنوفها، الحشد الشعبي، التحالف الدولي، الطيران العراقي، وتم تطهير منطقة واسعة جدا، تدمير عدد لا بأس به من المضافات، تم تدمير عدد من السيارات، عدد من العجلات، عدد من الأحزمة الناسفة، لكن العدد كان أقل بكثير مما يصرح به، مما يؤكد وجهة النظر أن الدولة العراقية مسيطرة على الأمن، وأن الإرهاب صحيح لا زال موجود، لكن الإرهاب انحسر كثيرا وخلايا انحسرت كثيرا، ولذلك سنلاحق الإرهاب ولن يهدأ لنا بال ولن نترك له فرصة للاستقرار والثبات في أي بقعة من بقع العراق. نطارده دائما، نهز أوضاعه، نحاول أن فعلا ندمر موجوداته وندمر مقاتليه. وهذه العملية هي الصفحة الأولى، كللت بنجاح كامل، التقت القوات كلها في نقاط التي كان يجب أن تلتقي بها، وطهرت الأرض، مسحت الأرض في مساحة جدا واسعة من مناطق في نينوى وفي صلاح الدين وفي الأنبار، والآن تنطلق الصفحات الأخرى حتى لا نترك قطعة من شبر من العراق إذا لم يمسح ويدقق. اختيار مدينة بابل على لائحة التراث، هذا نصر جديد للعراق، نهنئ جميع العراقيين به، نهنئ وزارة الثقافة، بل نهنئ العالم. يعني إذا بابل ما موجودة بلائحة التراث، من يكون موجود؟ من يكون موجود؟ حقيقة خسارة كبيرة في السنوات الماضية أن بابل تهمل بهذا الشكل، لكن الآن نحاول أن نعود بالأمور إلى نصاباتها. كذلك فيما يخص تسويق القمح، وهذا للأسف الشديد شيء الإعلام ما انطى الأهمية الكافية، كان دائما الكلام أن هناك تراجع في الزراعة، أن الزراعة في العراق انهارت، أن العراق فقط يستورد. هذا هو العامل الأول، صحيح كان موسم أمطار جيدة، لكن العبرة باستثمار هذه الأمطار، يعني كان هناك مواسم أمطار جيدة في سنوات مختلفة، لم يحصل ما نشهده اليوم. نحن اليوم بلغنا حوالي 4 مليون طن من القمح، وبعد قد نصل إلى 4.3 مليون طن من القمح، وهذا رقم قياسي في كل تاريخ العراق. عندما تحسب المساحات التي زرعت، مساحات هائلة، عندما تحسب كم يعمل في هذه المساحات، ستجد مئات الآلاف، ستجد ملايين من العوائل. يجب أن لا ننسى أن الزراعة هي القطاع أساسي بجانب القطاعات الحقيقية الأخرى، فعندما نستثمر في الزراعة وخصوصا ندفع إلى الفلاحين استحقاقاتهم مباشرة، فهذا إنجاز كبير، هذا سيشجع كثيرا الزراعة، سيمتص كثيرا من البطالة، سيحرك الثروة الحيوانية، سيحرك الصناعات الإنتاجية التحويلية. هذا شيء مهم يجب أن يلقى الاهتمام الكبير من المواطنين ومن وسائل الإعلام، لأن إنجاز جدا جدا كبير. مثلا الآن بما أن أوفينا بعهدنا إلى الفلاحين وسددنا لهم مستحقاتهم، الآن الأراضي المخصصة إلى الشلب إلى الرز تقترب من 650,000 دونم، بالعام الماضي كانت 50,000 دونم. تصور إيش قد لح تستخدم من يد عاملة، تصور إيش قد لح تحرك من الاقتصاد. هذا الاقتصاد يعني سلسلة حلقات يحرك بعضه وبعض الآخر،
فهذه كلها أمور جدية، هذه إصلاحات حقيقية. لا ننظر للإصلاحات فقط ما تقوم به الوزارة، وزارة الزراعة أو الصناعة أو الإعمار أو غيرها. ما يحصل في الاقتصاد الأهلي هو الأهم. إذا استطعنا تحريك الاقتصاد الأهلي خصوصاً الريف، خصوصاً الحياة الفلاحية، نكون قد أنجزنا مهمة كبيرة جداً. فنحن فخورين أيضاً بهذا العمل، ونعتقد عمل كبير سيكون حافز قوي إلى الزراعة وإلى الفلاحين. المجلس الأعلى لمكافحة الفساد مستمر في أعماله، ويستدعي الخبراء في هذه الملفات، ويضع إيده على أمور مهمة: تهريب النفط، إجراءات وزارة الداخلية، مكافحة المخدرات. عدا هذا الشيء، توطين الرواتب هو عمل مهم جدا في عمل النزاهة وعمل محاربة الفساد. المداخر أي الميرة، هذا أيضا عمل مهم لإيقاف مساحات واسعة من الفساد من خلال حقيقة توفير الغذاء إلى قواتنا المسلحة التي كانت تدار بطريقة غير دقيقة. اليوم استقبلنا أيضا نائب رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية والمهتمين بأيضا المكونات. وهناك إنجازات حقيقة مهمة أرجو أن يلقى الضوء عليها. الحكومة تقبل بالنقد، والنقد جزء أساسي من تقويم عمل الحكومة، لكن أيضا الحكومة جزء من النقد هو تعريف بالأمور الإيجابية والصحيحة، حتى يكون عندنا مقياس ومسطرة في معرفة ما هو غير صحيح وما هو صحيح. يعني مثلا قرار مجلس الوزراء 153 سنة 2019، بعد القرار تم إنجاز فعلا 35 مدرسة. هذا قليل بحجم المدارس التي يجب أن تؤسس بالعراق، لكن هذه كانت متلكئة، وهناك مئات المدارس متلكئة، والآن نفتح الفرص لإنجاز مثل هذه المدارس، ونعتقد أن هذا أيضا شيء يجب أن يشار إليه. مثلا أيضا في مجال آخر، في هذا العام خلاف الأعوام الماضية، ما مخصص لطباعة الكتب في وزارة التربية كان في الموازنة بحدود 200 مليار دينار. الآن تم حقيقة إحالة كل هذه جداول الكتب إلى شركات، إما شركات عامة حكومية أو شركات خاصة. وهذه الأعمال أحيل ما قيمته 57 مليار دينار إحالة مباشرة للشركات، و31 مليار كان هاي إحالة، 31 مليار إحالة مباشرة و57 مليار بالمناقصة من أصل 200 مليار دينار عراقي. وعموما الكتب الأجنبية تطبع لها 30 مليار تطبع على حدة، فهنا تكون الوزارة قد وفرت حوالي 100 مليار دينار من الموازنة، مما مخصص لها بالموازنة، وهذه ستستخدم لبناء مزيد من المدارس، مزيد من المختبرات. ونعتقد ولدينا أمثلة كثيرة، الوقت لا يتسع، لدينا أمثلة كثيرة من هذا النوع في تقدم في مجالات عدة. نعم العقبات كبيرة، الصعوبات جمة، لكن أيضا العمل أيضا الذي يؤدى هو عمل كبير ومهم. أننا ماضون في طريقنا، وإن شاء الله نصل إلى تحقيق غايات الشعب العراقي. نعرف المهام صعبة، نعرف الموروث ثقيل، لكن أيضا الجهد كبير، والحكومة ماضية في عملها. نأخذ بعض الأسئلة. السلام عليكم دولة رئيس الوزراء. محمود فؤاد من قناة الحرة. هنالك يعني بعض الفصائل في الحشد الشعبي رفضت الامتثال للأمر الديواني الذي صدر من قبلكم في دمج الحشد الشعبي مع القوات أو المؤسسة الأمنية، يعني أكدوا بأن الحشد الشعبي سوف لن يحل بقرار من الحكومة. كيف تردون حيال هذه التصريحات؟ هو محل ما عندنا حل الحشد. نعم أكو اعتباره جزء من القوات المسلحة العراقية بضوابط، بحيث نضبط حركة السلاح، والسلاح يكون مضبوط بمجمله من الدولة، وكل النشاطات ليس فقط السلاح، المقرات، وبدأنا بالتنفيذ وخيرنا الجهات التي تدخل في هذا السياق.
راح تدخل باعتبارها فصيل أو جزء أو لواء أو فوج من أفواج الحشد الشعبي داخل القوات المسلحة العراقية. من يريد أن يبقى في دائرة العمل السياسي يستطيع، لكن بدون سلاح. إما من يريد أن يرفع السلاح يستمر برفع السلاح، قلنا في الأمر الديواني هذا هناك ضوابط قانونية للتعامل، ونعتقد يجب إعطاء الفرص كما حصل سابقا لكي نساعد الجميع في الدخول في إطارات عمل الدولة وفي إطارات العمل السلمي، والدولة تحمي الجميع. وكل هذه القوى قوى مضحية ولها شهداء وساهمت كثيرا في تحقيق النصر وتساهم اليوم في الدفاع عن العراق. مرحبا سيادة الرئيس، هالكود عزيز من شبكة الرداوة الإعلامية. سيادة الرئيس، متى تبدأ المباحثات مع أقليم كردستان في شأن المسائل العالقة مثل إدارة مشتركة في كركوك أو موضوع النفط؟ وهناك نشاط لداعش في بعض المناطق، هل هناك تنسيق بين الجيش وبيشمارقة لمحاربة داعش؟ نعم، أبدأ من الجزء الأخير من السؤال. نحن قمنا باستطلاع من الحدود العراقية الإيرانية إلى الحدود العراقية السورية، يعني حوالي 500 كيلومتر، وكان هناك فجوة واسعة بين خط تواجد القوات الاتحادية وخط تواجد قوات البيشمركة. أحياناً عرض هذا الخط يصل إلى 40 كيلومتر، أحياناً 12 كيلومتر، فتصورون المساحات المتروكة للطرفين. لكن هذه الأرض يستغلها داعش لتمرير إمداداته ومقاتليه وعمله، فبالتالي تم الاتفاق على غلق هذه المساحات. والآن نحاول أن تكون القوات الاتحادية وقوات البيشمركة غالقة لهذه المساحات السائبة التي كانت سائبة، وهذا إنجاز أيضا أمني مهم. إما الحوارات لم تتوقف، نحن لسنا حكومتين أو دولتين لكي يعني ندخل في أمور كما تدخل الدول الأخرى. إحنا في كل يوم نتصل بعضنا بالبعض الآخر، نتخاطب، إخوة يذهبون من هنا نستقبل إخوة من هناك، ونبحث القضايا ونأمل فعلا أن نصل إلى اتفاقات. لكن هذه الاتفاقات لن تكون سهلة، هذه الاتفاقات راكمت خلال سنوات طويلة أمور عديدة، وبالتالي بحاجة أن نضع حلول جدية سواء في قضية كركوك أو في قضايا النفط أو في قضايا توزيع الموارد المالية إلى آخره. السلام عليكم دولة الرئيس. سيف الدين الإبراهيمي، قناة الحياة المصرية. أصدرتم بتاريخ 15/1/2019 قرار 20 المعدل بقرار 105 القاضي بتحويل الأجور إلى عقود، ولحد الآن لم يتم تخصيص مالي لهم. هل نوقش ضمن جلسات مجلس الوزراء هذا القرار؟ شكرا لك. نعم، نحن يعني أساساً قرار إذا لم أكن مخطئ يتعلق بعقود وزارة الكهرباء في يومها، أعتقد هذا الشيء، وبعدها مجلس النواب حول هذه العقود إلى الملاك. نحن الآن ندرس موضوع العقود والإجور اليومية بشكل جدي. في الواقع نريد أن نجعل من العقود مساحة أهم من التوظف، يعني تغري المواطن للذهاب إلى العقود وفيه من المغريات المادية والتسهيلات بما يدفع المواطن أن يذهب إلى العقود. نوفر للعقود التقاعد، نوفر له حمايات العمل، نوفر له حصانات ضد البطالة، نوفر له أمور عديدة، لأن الملاكات أصبحت مغلقة. نحن لا نستطيع الآن فعلا أن نستمر في توسيع ترهل الدولة، ويجب أن نتجه إلى العقود، وخصوصا مع توسع الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال للعمل في البلاد، وبالتالي هناك جهد كبير يبذل في مسألة العقود. دولة الرئيس، حياكم الله. أياد فاضل من قناة الفرات الفضائية. دولة الرئيس، أنا اليوم أحمل لجنابكم أمانة أكثر من كونها سؤال. دولتكم كتبتم في تاريخ 15 أو في سنة 2015 موقف معين، أنا راح أنطيها لحضرتك جزئية بعيدة حتى بس أقتبس من عندها. امتحان ما النظر هذا. لا هسه أنطيها لحضرتك، لكن اسمح لي أن أقتبس قبله. كتبت حضرتك ب امتحان ما البعد وقصر نظر. 9 أبريل 2015، لو كنت مكان الخريجين أو العاطلين لسلكت طريق المطالبة من خلال الحملات على صفحات المسؤولين، فالدفاع عن حق العمل هو عنصر أساس من حق الحياة، وهو ما كفله الدستور في المادة
22. دولة الرئيس اليوم هناك شرائح مهمة من المجتمع، وهم من حملة الشهادات العليا، هندسة النفط، العلوم السياسية، هندسة الكيمياء، وكثير من عندهم دولة الرئيس. يبدو أنهم أخذوا بنصيحتك، يكتبون آلاف الرسائل على وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وكذلك يكتبون حتى في صفحتكم الخاصة دولة الرئيس. أولا لا أزال أقول نفس الكلام، من حق الخريجين أن يطالبوا، ومن حق أي عاطل على عمل يطالب، ومن حق أي فقير أن يطالب. المسألة ليست أن نستطيع أن نمنع صاحب حق عن المطالبة بحقه، ويجب أن نشجعه، يجب أن نشجعه في المطالبة. المسألة ما هو الحل؟ كيف يمكن حل هذه المسائل؟ أنا طرحت في أسئلة سابقة حلول جدية، عندما أقول اليوم أن تنشيط الزراعة من شأنه أن يحرك ما لا يقل عن 6 مليون عامل فلاح، من شأنه أن يحرك ما لا يقل عن 6 مليون فلاح، وهذا العمل يتضاعف. والزراعة أيضا فيها مهندسين وفيها خريجين وفيها بيطرة وفيها طب وفيها كل الأشياء، وتحرك معها قطاعات واسعة. في الزراعة عندنا 6 مليون، هذول أضربهم أنت في عدد عوائلهم ستجد كم ستحرك من المجتمع. هذا جزء من الحل. عندما تكلمت عن العقود وقلت نحن نحاول أن نوجد عقود مغرية أكثر من ملاكات الدولة حتى نحرر أنفسنا من موازنة ملاكات، الموازنة تقول ليس من حقك أن تعين، وبالتالي يبقى الخريجين بهذا الشكل. فنحتاج إلى حلول دولة، لا نحتاج إلى مجرد كلام ووعود لا تنفذ. يجب أن نضع مشاريع، استثمارات، رجال أعمال، تسهيل هذه الأنشطة حتى نستطيع استيعاب مثل هذه الشرائح المهمة بالنسبة لدينا. أبنائنا تعبوا، تخرجوا، أخذوا شهادات، علينا أن نوفر لهم فرص العمل. أما أنا أقول والله سأوفر فرص العمل بس لا أوجد بيئة العمل، هذا خلل كبير. نحن نحاول أن نوجد بيئة العمل، وحاولنا كثير، وكما ذكرنا في قضية الكهرباء وفي عدد كبير من هذه العقود حاولنا أن نوجد حلول. أحيانا الحلول تكون ترقيعية، نبحث أيضا عن حلول استراتيجية. فضلوا. السلام عليكم دولة الرئيس. محمود المشهداني من صحيفة الساهل اليابانية. في الآونة الأخيرة حصلت تطورات متسارعة في مضيق هرمز، منها العديد من الهجمات على ناقلات نفط، وكذلك الحادث الأخير في الحجز على ناقلة نفط إيرانية. هل لديكم مخاوف من هذه التطورات؟ وما هو البديل إذا تعرقلت الملاحة في المضيق؟ شكرا جزيلا. طبعا لدينا مخاوف، وما عرضت في مسألة خط أنابيب عبر الأردن أو خط أنابيب عبر فيشخابور هو جزء من، وما ذكرت عن عدم مرونة منافذنا لتصدير النفط هو جزء من مخاوفنا. الآن معظم النفط العراقي يصدر من المنافذ الجنوبية، وبالذات من مضيق هرمز، يعني مر بمضيق هرمز. فأي إعاقة في مضيق هرمز سيكون عقبة كبيرة أمام الاقتصاد العراقي. لذلك تكلمنا أيضا عن إنشاء جزر للتصدير، لذلك نتكلم عن إيجاد حلول بديلة في حالة حصول مثل هذه الاحتمالات. لدينا حلول، واليوم في مجلس الوزراء بحثت هذه البدائل، لا أستطيع الآن أتكلم بها لأن في طور المباحثات، لكن نضع حلول في حالة حصول مثل هذه الأمور، كيف يستطيع العراق أن يحمي نفسه. نعم. أمجد ستار، قناة البينة الفضائية. الإجراءات الباهتة للحكومات السابقة في ملف مكافحة الفساد أذهبت بإنجازاتها، هل لديكم القدرة على انتزاع مكافحة الفساد من الجهات الضاغطة والفاسدة، وأين وصلت، يعني أين وصل برنامجكم في هذا الملف، خاصة وأن الفساد وصل إلى يعني قيادات أمنية كبيرة؟ شكرا جزيلا. شكرا على السؤال. يعني حقيقة الفساد هو نص الملف، نص الأشياء. احنا من البداية قلنا الفساد منظومات، ونحاول كل منظومة أن نفهم كيف تشتغل هاي المنظومة حتى نحاول أن
إن شاء الله الأسبوع القادم أنا أجلب لكم قوائم بالذين أحيلوا على القضاء وحجم المسؤولية، يعني مسؤوليتهم ماذا يحتلون مثلا. فهناك جهود كبيرة تبذل في هذا الموضوع، لكن بدون تنشيف منابع الفساد، بدون ضرب المنظومة. هذه المنظومة ستستمر بالإنتاج، أنت تضرب واحد يجوك 10. فبالتالي يجب حقيقة فهم مثلا منظومة النفط، تهريب النفط. نقدر نمسك واحد يهرب نفط، مزور أوراق إلى آخره، بس هذا لن يوقف الفساد في مجال النفط أو في مجال المخدرات أو في مراكز الشرطة أو في مزاد العملة أو إلى آخره. فقط بالوقوف عند المنظومة نستطيع أن نغلق الأبواب، نستطيع أن نغلق الطرق اللي ممكن للمفسدين استغلالها، وبالتالي لا ينتج مزيد من المفسدين. شكرا جزيلا.